طبعا كل سنة حضراتكم طيبين، أيام قليلة جدا هنستقبل سنة جديدة. كل سنة حضراتكم طيبين طبعا، وإحنا داخلين كل سنة طيبة. إيه كل طبعا سنة وانتي بألف خير يا رب. وإحنا داخلين على السنة الجديدة كلنا بنفكر هنعمل إيه، الخطة الجديدة اللي إحنا هنعملها إزاي، نقف مع نفسنا ونحاسب نفسنا على السنة دي عملنا إيه وعايزين نعمل إيه، وخصوصا بقى لما تكون لسه خريج جديد أو لما تكون لسه هتبتدي أولى الخطوات في مستقبلك، فتبقى مش عارف أنا عايز أشتغل إيه؟ أنا مثلا دارس كلية معينة وليها 4 5 6 تخصصات ممكن أشتغل فيها، أشتغل في إيه؟ إيه الأهداف بتاعتي؟ إيه الميول المهنية اللي ممكن توصلني للنجاح؟ إيه هي أولى الخطوات اللي توصلني لأول سلمة على طريق النجاح المهني المستقبلي؟ خلينا نتكلم في هذا الموضوع، عايزين نعرف ازاي نخطط لحياتنا، ازاي ناخد القرار، ازاي نعرف كمان اهدافنا او ميولنا، مش اهدافنا لكن نعرف ميولنا المهنيه علشان نقدر نوصل او نقدر ناخد الطريق الصح. معانا عبر زوم الدكتور الاستاذ حاتم قناوي مقدم الخدمات المهنيه. صباح الخير يا فندم، واهلا بحضرتك، وكل سنه وانت طيب وسنه جديده عليك. أستاذة أسماء، أستاذة آية، كل سنة وأنتم طيبين، يا رب تبقى سنة جميلة عليكم وعلى كل السادة وانت المشاهدين اللي طيب وفي بيتابعونا خير يا دلوقتي. رب، وانت طيب وفي خير. كل سنة حضرتك طيب. ازاي اخد او اعرف الاول، خليني اتعرف الاول ايه ميولي؟ يعني انا مثلا خريجة دلوقتي التجارة مثلا، فالتجارة دي ممكن اشتغل في 5 6 10 اماكن، اعرف ازاي ميولي علشان اعرف ان انا هروح في الطريق الصح وما ضيعش سنين من عمري وانا بمشي في طريق ممكن يكون مش هو ده طريق النجاح بالنسبة لي. هايل جدا. الميول المهنية أو الكارير انترست هي واحدة من المعايير اللي بتحدد بالظبط إيه الوظيفة المناسبة ليا. طب أعمل ده إزاي؟ هو عادة إحنا بنعمل تقييمات علمية من خلالها بنطلع إجابات ليها علاقة بإيه هي المجالات اللي تنفع الشخصية دي، لأن إحنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، وبالتالي ما ينفعش نقول إن كل الناس اللي عندهم صفة كذا هيشتغلوا كذا. طبعا الشغلانة بتبقى مقسمة ومصممة على الشخص بعينه وبظروفه بمهاراته بتركيبته وهكذا. ولكن لو في حد ما عندوش الفرصة ان هو يعمل التقييمات دي، بنقول له انت مهم جدا تعمل حاجة بنسميها الاكسبلوريشن، او ان انت تجرب. يعني ايه تجرب؟ يعني تدخل في أنشطة مختلفة من خلالها تبدأ تحط ايدك ايه الحاجات اللي انت لما كنت بتعملها الأنشطة لقيت دي نفسك أدخل عايز فيها تعملها أثناء وتكمل. الدراسة ولا بعد ما أتخرج؟ لازم الناس تبدأ تحط في تفاصيلها او في المايند سيت بتاعها ان الطريقة الأساسية للبحث عن الشغل بتبدأ قبل الدراسة ما بتنتهي. يعني وانا لسه طالب لا ده مهم. بيحصل ازاي؟ بيحصل من خلال شطة التطوع اللي بتكون موجودة، سواء من خلال الأسر الكلية او حتى التطوع خارج الكلية. بتحصل ازاي؟ بتحصل من التدريبات اللي بتحصل في الفترات الأجازة او الانترنشيب اللي بتبقى موجودة، ان الناس تبدأ تشتغل، الناس تبدأ تتعرف على بعض المعايير اللي ممكن من خلال التجربة العملية تبدأ يا اما تستظرف المجال وتحس ان هي مقبلة عليه، او تقول والله انا ما حسيتش ان انا عايز اكمل ومش قادرة الاقي نفسي. التجربة العملية هي اللي بتساعد الشخص اللي هو يقدر يحط ايده، هل المجال ده هيبقى مناسب ليا ولا لا؟ طب واحنا داخلين على سنة جديدة، ازاي اخطط بقى لمستقبلي في السنة الجديدة؟ التخطيط عادة هو عملية تحديد الشخص للمسارات والخطوات والأنشطة اللي يعملها عشان ينتقل من نقطة ألف اللي هو موجود فيها لنقطة ب اللي هي الأهداف اللي عايزين يحققوها. ولكن عايز أقول لك إن في ما يطلق عليه نيو يير ريزولوشن أو أهداف العام الجديد، عملوا عليها إحصائية لقوا فيها إن بنهاية كل سنة 8% فقط من الناس اللي خططوا في بداية السنة هم اللي حققوا الأهداف دي. ده معناه إن في 92% كتبوا حاجات عايزين يحققوها وما بيعملوهاش. بداية موفقة ليه؟ الحقيقة. ليه بقى؟ ليه؟ عشان في بعض الحاجات لو الشخص بدأ لا دي أهم نقطة يحققها عايزين هيقدر نعرف. لا ينتصر ثانية ثانية على ثانية يا أستاذ حاتم. التحديات اللي بتخليه يقع. زي ايه؟ أيوه قول لي التحديات. ها اتفضل. ايوه كده كده صوتك اتفضل. بالظبط. الواقعية مثلا أقول إن أنا السنة دي عايز أخس 50 كيلو خلال 4 شهور، ما هو عشان تعمل ده ما ينفعش تعمله في 4 شهور، فبالتالي الهدف غير واقعي وتبدأ تمشي عليه مش هيخليك توصل له. حاجة تانية زي إن أنا أكون بكتب أهداف بس بربطها بشخص أو ميعاد، يعني مثلا أقول يوم السبت اللي جاي هبدأ ألعب رياضة أو هبدأ أذاكر أو هبدأ أتكلم مع ناس يوم السبت قرايبي اللي ما بيجيش أبدا ده اللي هو ما عارفاه. بيجيش خالص. عندنا كمان من الحاجات اللي بتكون حاطينها وبتسبب لنا عدم وجود استمرارية في تطبيق الأهداف إن أنا بكون حاطط الأهداف بتاعتي جوه راسي مش كاتبها، فبقول
مثلا انا عارف ان شاء الله هعمل ايه السنه الجايه، بس انا عارفها جوه راسي مش كاتبها. كل ما الشخص كتب وبدا يلون الاهداف كانت قدرته على تحقيقها اكتر. برضه من الحاجات اللي ممكن تخلينا ان احنا ما بنحققش اهدافنا ان احنا معيار النجاح والانجاز في تحقيق الهدف عندنا غير واقعي، ان انا لازم اجيب 100% كل هدف في كل وقت، ما ينفعش اغلط. ولو وقعت كشخص انا بني ادم طبيعي وما ينفعش احقق كل حاجه 100%. ايوه بس مش عيب ان انا اقول عايز احقق 100% عشان لو قلت توقعاتي ابقى احقق 98، مش عيب. في ناس بقى للاسف عندها 98 ده فشل، لازم اجيب 100%، فلما يبدا يمشي وتحصل له ظروف ويقع يقول خلاص انا مش عايز اكمل ان شاء الله السنه الجايه. وبالتالي لازم نحط في اعتبارنا ان في تحقيق الاهداف وفي الخطط النجاح مش من 100%، لازم تكون انت كشخص حاطط المعيار المناسب لظروفك، لسنك، للمرحله اللي انت فيها، لان احنا كلنا مختلفين. الموضوع شرحه يطول. شكرا استاذ حاتم قناوي مقدم الخدمات المهنية، وبالتأكيد طبعا لازم هنتكلم في الموضوع ده كتير، وخصوصا الفترة اللي جاية واحنا داخلين على سنة جديدة. بالتأكيد كلنا بنقعد مع نفسنا كده نعمل حساباتنا ونشوف احنا عملنا ايه صح وعملنا ايه غلط ونحط خطط. بتحطي خطط لنفسك يا ايه؟ بحط خطط طبعا، وفكرة انك تكتبيها بكتبها حقيقي. وفكرة انك تكتب خططك قدامك على ورقة بتفرق كتير جدا. بس انا استوقفني فكرة الاهداف الخيالية، انك ممكن تكتب فعلا اهداف غير قابله للتحقيق في الوقت الحالي. يعني اصحى من النوم كده اقول والله انا عايزه ابقى عالم ذره وانا مش دارس اصلا علوم مثلا. ففي اهداف واقعيه تقدر ان انت تحققها، وفي اهداف بتكتبها وبتحدد على المدى القريب انا عايز احقق ايه، وعلى المدى البعيد انا عايز احقق ايه. ما ينفعش تبقى الاهداف اللي بتتحقق على المدى البعيد اقول انا عايز احققها خلال الشهر الجاي، ما هي طبيعي مش هتتحقق وطبيعي هشعر بالاحباط. فدي نقطة مهمة جدا، انه الاهداف اللي تكتبها تكون قابلة للتنفيذ عشان انت نفسك تتشجع، يعني تكون عندك القابلية ان انت تخلص هدف وتوصل على الهدف اللي بعده وهكذا.